فيش أمان في قطاع غزة كله، فيش أمان. وبالتالي من الأفضل أرحل لهم على أساس أقدر أنتبه لعملي مع الجرحى. طبعا أنا مسفر وباقي في قطاع غزة، لن أخرج. شعور صعب جدا، ولكن بظل يعني افضل من انه يظلوا تحت القصف كيف، واقعد ارحل فيهم من مكان الى اخر وانا مش قادر حتى اركز في العمل بتاعي. ولكن رحيلهم على الاقل هيديني فرصه اني اركز مع الناس، مع الاطفال اللي بتيجي، اللي هو قتل اطفال بصوره رهيبه جدا، قتل نساء بصوره رهيبه جدا بلا رحمه. حتى القنابل بتحسها، رائحة البارود في الأكل بتحسه، شايفي رائحة الدم بتحسه في الأكل. تيجي تاكل بتشعر أنك أنت بتأكل في لحم أموات. فيعني أنا لي تقريبا شهر طول الفترة هذه الأكل بتاعي خف جدا جدا جدا، خيارة وحبة بندورة ويلا مشي.